السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم راح نكمل في بناء توين 30 هجمة معانا، اللي هو حرف الاف، والمقطع اللي قبله كان لازم يعني فكرت انه نقدر نلحق نبني الاي والاف مع بعض، لكن الاي اخذ معانا وقت طويل، فاليوم راح نبني حرف الاف. فيعني في بعض البناء بالبثوث زي ما حكينا تغيرت للأفضل، يعني جربتها أكثر من مرة، مرتين ثلاثة بثلاثين هجمة وفزتها، فاخترت الأفضل والأحسن. يعني دائما منجرب ومنختار الأفضل. ففي البداية حرف الأف عنا نبلش اللي هو نبدأ نسكر المداخل أو الزومبي اللي راح يجينا منها، هاي الأماكن كلاتها منسكرها، منحاول إنه خلص نسكرها، نلغي على الزومبي إنهم ما يجونا أبدا. فهاي الطريقة نقدر اللي هو إنه خلص نلغي على الزومبي هاي الأماكن هاي الشكل، خلص هيك لغينا هاي المنطقة. وبنيجي على المنطقة اللي بعدها، نيجي على هون، حرف الأف بيجي عليه من جهتين، فبنيجي نسكر عليه بهذا الشكل، فبنبلش اللي هو نسكر بهذا الشكل. هون نبني شكل نلغي لانه هون كمان في رسبون، بس انا ببلش اللي هي التسكيرات المبدئية راح تكون معانا. فبنبلش هون برضو نكسر هاي القطع الزايدة كلياتها، نكسرها هون مثلث مثلث، ونبلش من هاي المنطقة. طبعا دائما تحاولوا تكونوا معاي في البناء زي ما ببني 100%، لا تحاول انه مثلا او اذا نسيت قطعة وانت شفت صار عندك خلل تأكد من الفيديو، يعني ارجع للفيديو، خلي الفيديو دائما مرجعية يكون عندك اللي ترجع له عشان تشوف اي غلط او ايش الغلط اللي صارت معاك عشان انت تحلها وتزبطها وتشوف شو الغلط اللي صار معك. فنبلش اللي هو عملية التسكير، منسكر التنل، نسكر التنل بشكل كامل. اوكي هون راح تكون عندنا مفتوحة لانه هون في راح تكون عندنا مصدات وتوقع الزومبي لتحت، فنبلش هي عملية التسكير، نبلش عملية التسكير، فنسكر بهذا الشكل، فنبلش نحط اللي هي الارضيات. فزي ما قلت لكم الارضيات تقدروا انتوا تحطوها بالشكلين، يا اما بالشكل العرضي يا اما بالشكل هذا اللي انا حاطط لكم اياه، فهذا الشيء بيرجع لكل واحد ايش بحطها. انت شايفين قاعد بشكل مرة بحطها بشكل كل مرة شكل قاعد بحط لكم اياه عشان انه تبين انه ما في فرق بيناتهم ابدا. هنبلش نسكر بهذا الشكل، نبلش نحط اللي هو مثلثات، نوزع المثلثات. سكر هون، طبعا هاي التسكيرة هون مهمة جدا عشان انه الزومبي ما يغلبنا ابدا. سكر هيك هون، خلص فيش داعي للارضيات نحطها، فبنوزع مثلثات هون، نسكرها كمان، نوزع هون مثلثات. جقنا في البناء، ايوه هيك تمام، هيك سكرناها بشكل كامل. هاي المنطقة تسكرت معانا هون، هاي بدأت البيت هيك سكرناها. هسه بنسكر اللي هو السقف، طبعا فيش داعي للساتر، ليش؟ لانه المنطقة اصلا بعيدة اللي راح تكون معانا، وما راح اللي هو يعني شايفين كيف المنطقة هون، يعني ما في داعي ابدا تحط ساتر لانه المنطقة بعيدة عن الامبليفاير، فبيضطروا انهم يقربوا، والسقف عندهم مكسو يعني مغطى ما راح يضربوا ابدا. هون بنسكر هاي، فهسه هون بنحط اللي هو اسقف، بنسكر اسقف، فهسه بنبلش اللي هو بعملية المثلث المعكوس بهذا الشكل، بنبلش ننزل. هسه بنوضح لكم ليش هيك بنيناه، هاي فيش لها داعي، او نقدر لو بوكس هون تقدر تحط بوكسون، فما راح يطيرهم، انه ما راح يطيرهم، يعني ممكن انه يطيرهم بس بنخليها، يعني انا عندي هيك عاملها.
عشان ما حد يجي يقول لي زورو انت اللي عندك تختلف على اللي عندنا، لانه هيك بصير قاعد معايا يعني. هنا نحط اللي هي ارضيات هذا الشكل، حط ثلاث نسكر في هذا الطريقة. هون كمان بنحط بوكسات، هون كمان اذا بدك تدعمها بدعمها بحيطان، هذا الاشي بيرجع لك اذا بدك تحط حيطان، لكن انا بشوف ما الها داعي يعني، او خلص نسكرها احسن عشان ما حد يقول زورو يجي يكسر من هاي الجهة. فنسكر هيك، هيك بكون عندك الوضع تمام 100%. فهيك هاي المنطقة تقريبا صارت معانا جاهزة، فظل علينا بس هي الحيطان هاي النص نحطها هيك، هاي هون صارت هيك عندنا المنطقة هون من اتجاه الأس صارت عندنا جاهزة. فيعني زي ما تشايفين تنل صغير مع تأخير مع هون مع بوكسات مع شغلات يعني، وأكثر إشي البوكس اللي هون إذا وصلوا لهون أصلا ما راح يوصل، راح يظلهم كل ما يوصلوا راح يوقعوا لتحت، وإذا نزلوا هون في بوكسات كمان يعني كلاته راح يكون شغال 100% عليهم، وان شاء الله ما في اي غلط. ننتقل على المنطقة الثانية اللي هي من جهة الدبليو اللي راح يجينا منها الهجوم. فمنبلش اللي هي عملية التسكير، نبلش عملية التسكير، نبلش عملية التسكير كاملة. اوكي نبلش بالارضيات. يعني يا ريت يا شباب اللي هو عملية تحريك البركان او الشغلات يعني اعملوا زي ما انا بعمل بالضبط عشان تريحوا راسكم بهاي الشغلة. نبلش نوزع اللي هي المثلثات، نبلش نعملها الإيديت بهذا الشكل. الشكل وهيك نحط اللي هي الحيطان هيك تمام. هسه ايش بيجي عندنا اللي هو نحط هون في مصد، يعني عندنا مصد راح يكون لانه هون راح يكون في عندنا مربع بوكس. وهسه بنبلش اللي هي عملية الطلعة اللي راح تكون عندنا من هاي الجهة. اوكي نبلش نسكر في هذا الشكل، نسكر بهذا الشكل وبنحط بهذا الشكل اسقف. هاي اذا بدك تخليها مفتوحة بتقدر تخليها مفتوحة، بتقدر بدك تسكرها تقدر تسكرها. وانا كمان بنحط كمان اسقف عشان اذا اجى هون زومبي بده يوقف بده يرمي ما يكون في له مجال. وكمان نطلع لهون وبنبني اللي هو بنعتمد هذا مربع مربعين ثلاثة، ونبلش نطلع بواحد ارضية بواحد بارضية، فنمشي ثلاثة واحد 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 هذا زيادة اللي هو على اساس انه اذا في زومبي تحت نزل هذا الساتر يكون مغطيهم بهاي المنطقة. فمننزل لتحت طبعا في هون بوكسات راح ترمي زومبي يجي هون يجي هون، فبدهم يقعدوا يلفوا فمنحط لهم هون بوكس، نحط هون بوكس، نحط لنا هون بوكس، نحط لنا هون بوكس. هاي كلات المربعات هيك بتحطها بوكسات لانه راح يوقعوا من فوق زومبي يصيروا، فبتكون عندك القطعة. هاي نطورها نعملها ايدت سريع، وهي عملنا لها ايدت. فهيك الوضع بيكون معنا 100% الى الان شايفين. وانا ايش بنحط؟ بنحط اللي هو الساتر، راح نرفعه بشكل طول الساتر، نرفع الساتر بشكل طولي هيك. الساتر صار عندنا في هاي المنطقة جاهز لحرف الاف. فمنبلش اللي هي عملية البن الطبيعي للامبليفاير، حالة انه رمى فلينجر ساحرة يعرفوا شو بصير معكم. الافضل اللي هو يكون معانا اللي هو البناء بكون افضل يعني، احمي احسن بكون البناء. اوكي هيك الامبليفاير صار عندنا جاهز والبناء كلها صار عندنا جاهز. طلع علينا اللي هو عملية التفخيخ. طبعا عملية التفخيخ يعني سهلة وبسيطة واكيد الكل فاهمها والكل عارفها،
ويعني ما بدها ذكاء كثير يعني خلص صرتوا حاضرين مقاطع كثيرة، هنبين الأشياء اللي راح تكون معانا إيش هي. طبعا هون إيش بنحط اللي هو كلياته فخاخ طبطية، وهنا كمان برضو اللي هو النفط راح يمسكهم النفط، وهنا الحيطان راح يكون عليها البوكس. فمنقرب هون، وين البوكس؟ ليش مش راضي يطلع لي ولا خلنا؟ هذا موجود معاي بوكس بس ليش مش راضي يطلع؟ اوكي هون بوكس، هون بوكس، هون اذا بتحب تحط بوكس تقدر تحط بوكس. هون بنحط اللي هو فخ عجال واحد، بس فخ عجال واحد للبوصل هون يضربه ويرجعه لورا. وهون كمان عندنا في لازم يكون في بوكس، هون بنقدر نحط لنا بوكس، هون كمان بنقدر نحط لنا بوكس. يعني انت بتشوف الاماكن المناسبه، يعني انك لاعب فهم اللعبه بتعرف انه وين الصح وين الغلط. هون كمان يعني نفس عندي بالضبط بعملكم اياها نفس ما انا عامل بالضبط. هون عندنا التنل، التنل يعني موضوع مهم. هون عندنا بنقدر نحط فخ عجال واحد، بنقدر كمان نضيف كمان فخ عجال، كمان فخ عجال. هاي صراحة أنا ما مش ضايف عندي، لكن هون اكتشفت إنه هاي فيه. هون بنشوف كم مربع، هاي بنكسرها بنشوف هون مربع مربعين ثلاث، يعني واحد اثنين ثلاث راح يشتغل فخ العجال عليهم، فبنخليها يعني إضافة حلوة بتكون عندكم وكويسة بنفس الوقت. الفخ راح يعطيهم إمباكت ويرجعهم لورا. هون بنحط طبعا هذا المنطقة بنحطها مثلا، بنحط هاي المنطقة موسيقى. هون البلوجي في عندنا لازم يكون في بوكس، والمناطق العكسية اللي بتكون منركب عليها اللي هو فلاش، يعني ما بزبط الموسيقى قبال وموسيقى، فبنحاول انه يكون مثلا عكس بعض. مثلا هون اذا وقع ابو جرة معانا ولسه في جرته معاها، فبنحاول انه مثلا نحط اللي هو هون فلاش، هون بنحط موسيقى، هون موسيقى. زي ما تشايفين الوضع ايزي جدا. هون بوكس، بوكس، وهون بنحط لنا بوكس واحد، هون بنحط لنا فلاش، حطنا هنا فلاش. هيك المنطقة صارت عندنا يعني تفخيخها جاهز وتفخيخ سهل وغير مكلف صراحة. يعني أفخاخ عادية وأفخاخ قليلة اللي قاعدين نستخدمها، مش هالكمية الأفخاخ الكبيرة زي على طريقة الدمج، فيها شوية دمج لكن مو كثير يعني. فمننتقل على الجهة الآخرة، الجهة الثانية ننتقل عليها نفس الشيء. هون بنحط، نسيت احطهم، فعم نحط لكم اياهم هذولا. فعم نحط اللي هو فخ النفط، حطونا فخ نفط 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 نفط. هسا هون راح يكون عندنا في بوكس، هون بوكس، وهون بوكس اللي يرجعهم. طبعا هاي الفخاخ يعني مع تجربتي لإلها وتجربتي اكثر من مرة شغالة 100%. هنا فلاش، وهون انا اتوقع انه اصلا ما راح طلب. هنا فلاش واحد منطورهم، هنا بوكسات حيكون معانا. اوكي هنا البوكسات حطيناهم، فظل عندنا هاي البوكسات اللي هون اذا وقعوا زومبي لتحت اللي هو تعرف اللي ترجعهم وتطير لك اياهم. يعني كويسة هاي الحركة، تعمل عملية تأخير للزومبي إذا وقعوا لتحت ويجوا يلفوا. ففي بوكسات يعني مثلا ممكن يوقع زومبي على هذيك الصخرة مثلا، ممكن زومبي يطيروا يعني بهاي الاتجاهات اللي يطيروا فبنزلوا، يعني لأنه مرات إذا وقف على طرف مثلا كان سماشر وضربه بنزل وبوقع لك هون مثلا، بتمسكوا هاي الصخرة فبتلقى هذا البوكس بيدبه. إذا ما ضربوا هذا البوكس وضارب زومبي ثاني في هاي البوكسات تتلقى وبتضربه. طبعا هيك حرف الأف يعني تقريبا هيك خلص جاهز 100% عنا، ما راح يكون في اي اشي. طبعا هون بنقدر اللي هي هاي الاماكن انا بحب دائما هيك عشان الواحد يكون قلبه مطمئن، اذا يجوا حاولوا مثلا يجوا يكسروا من هون في اللي هو اللي تلقاهم البوكسات مثلا، بتشوف البوكس رجعه مثلا انت على السريع بتيجي بتشوف ايش الغلط اللي صار وبتزبطها. فلهون يعني اتوقع انه حرف الاف صار معانا بناؤه جاهز واضح للجميع، سهل سلس. يعني طريقة التفخيخ اللي احنا مفخخينها اكيد راح تعجبكم، يعني زي ما قلت لكم يعني اكثر اشي بتعتمد على البناء والافخاخ قليلة جدا وشغلها ممتاز جدا. فلون بكون وصلنا نهاية مقطعنا، اتمنى لكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الكومنت، ولا تنسوا كود الايتم شوب X90. يعطيكم الف الف عافية، ومنشوفكم ان شاء الله بمقاطع جديدة، والسلام عليكم.